ونبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا النهارده بنكمل في الجزء بتاع الماشين ليرنينج، برضه لسه بنتكلم على الكلاسيفايرز. لو احنا فاكرين اتكلمنا المحاضره اللي قبل الميد ترم على طول على الديسيشن تري كلاسيفاير، واتكلمنا قبلها على الكي نيرست نيبر كلاسيفاير، وادينا قبلها مقدمه على الماشين ليرنينج. فاحنا برضه هنكمل شويه في موضوع السوبرفايزد ميثودز فور كلاسيفيكيشن. النهارده هنكمل نشرح الجوريزم probabilistic معتمد على شوية probabilities المفروض نكون احنا عارفينها من زمان، حاجة اسمها البايز رول، هو بيستعملها بحيث انه يعمل classifier باستخدام البايز رول. البايز رول دي فكرة بتاعتها كالآتي: انت عندك حاجة اسمها event اسمه A ولو probability. probability المعروفة عندك دي بنسميها prior. لو ظهر evidence جديد، البروبابيلتي دي مش هتفضل زي ما هي، ممكن تتغير يا بالزياده يا بالنقصان. هل ينفع تثبت؟ بس المفروض انها ما تثبتش يعني. وده على سبيل المثال لما انا اقول لك دلوقتي ايه احتمال انك تصحى من النوم وتروح الكليه، هتقول لي الاحتمال بيساوي 5 على 7، ان عندك 5 ايام في الاسبوع تروح الكليه من الحد للخميس، يبقى عندك جمعه وسبت اجازه، فالبروبابيلتي ان انت تروح الكليه 5 على 7. جميل جدا. طب لو قلت لك البروبابيلتي ان انت تروح الكليه جيفن ان في ستورم موجوده، لو في ستورم الايفيدنس دوت هيخلي البروبابيلتي بتاعت ان انت تروح للكليه تقل شويه. ليه؟ لان احنا عارفين ان 30% من الوقت لما بيكون في ستورم الجامعه بتقفل. معنى كده ايه؟ ان البراير هو البروبابيلتي قبل النيو ايفيدنس، والبوستيرير دي البروبابيلتي بعد النيو ايفيدنس، بعد الايفنت ده ما يحصل. لما يكون في ستورم لا، ده البروبابيلتي بتاعتي مش هتبقى 5 على 7، ده لو في ستورم البروبابيلتي ممكن تقل. ليه؟ لان 70% من الوقت بس اللي بنروح الكليه لو كان في ستورم. ما اصل ممكن خلي بالك الستورم تكون جت يوم الجمعه والسبت وخلصت، فمش مشكله برضه. قصدي ال 5 على 7 دي ممكن ما تتاثرش لو جت في الايام اللي انت ما بتروحش فيها الايفنت ده. فمعنى كده ايه؟ ان الايفيدنس هيغير حسابك للبروبابيلتي. طيب ايه معنى بقى موضوع البوستيرير دوت؟ معناه ان انت الايفنت بتاعك البروبابيلتي بتاعته بتتاثر بالحاجات المحيطه بيها. زي بالظبط كده، زي برضو لو انا جبت لك سمكه وقلت لك يا ترى هي دي نوعها ايه، بوري ولا بولتي؟ فاحنا بنأسيوم ان السمك بتاعنا كله في يا بوري يا بولتي، مفيش حاجه ثالثه يعني. فانت لو جيت بقول لك البروبابيلتي ان السمكه دي تكون يا بوري يا بولتي، هتقول لي 50% بوري و50% بولتي. معاك حق، مش هقول الكلام مش مظبوط. جميل، حلو قوي. طب لو قلت لك ان السمكه دي طولها 35 سنتي، لا، لو السمكه طولها 35 سنتي فاحتمال اكبر انها تكون بوري، لان البوري هو ده السمك الطويل. لكن لو قلت لك ان السمكه طولها 20 سنتي، لا، يبقى دي كده احتمال كبير تكون بولتي، لان البولتي هو سمك اللي طوله قصير. ايه ده؟ يعني انت لو اخذت معلومه زياده، كل ما تاخد معلومه زياده كل ده ما يجايد البروبابيلتي ديستريبيوشن بتاع البوستيرير. طب احنا في المسائل بتاعت الماشين ليرنينج يا ترى هيكون ايه هو البراير وايه هو البوستيرير؟ هي نفس المساله اللي قلت لك عليها، مساله السمكه دي، مساله الكلاسيفيكيشن. مساله الكلاسيفيكيشن بتاعت السمكه دي بتقول ايه؟ انا دلوقتي عندي بروبابيلتي بتاعت السمكه انها تكون بوري او بولتي 50% 50%، بس عايز لما ادي لك فيتشرز للسمكه تقدر تحسب البوستيرير بروبابيلتي. ايه الفيتشرز بقى؟ عندك طولها، عرضها، وزنها، النسبه بتوين الاسبكت ريشيو بتاعتها اللي هو نسبه طول العرض. طيب وانس ان انت عرفت الفيتشرز دي، هي دي الايفيدنس بتاعك. فانت بتشوف حاجه اسمها likelihood بي اوف بي جيفن ايه. انت بتشوف لو انا في الكلاس بتاع البولتي يا ترى توزيع اطوال السمك بتكون عامله ازاي، لو انا في كلاس بتاع البوري توزيع الاطوال بيكون شكله عامل ازاي. دي بنسميها likelihood. والايفيدنس اللي هي probability اوف الايفنت بتاعك ان هو يكون الطول للسمكه بكذا ووزنها بكذا والاسبكت ريشيو بتاعتها بتساوي كذا، مضروبه في البراير اللي هي الاولد probability اللي كانت معاك من الهيستوري، تضرب الكلام ده في بعض ويطلع لك البوستيريور. يبقى انت لو عايز تعمل كلاسيفيكيشن عايز تحسب بوستيريور مرتين، مره للسمكه البوري ومره للسمكه البولتي، واللي تلاقي البوستيريور بتاعه بيدي لك بروبابيلتي اعلى يبقى هو ده الكلاس اللي انت بتدور عليها. ادي هو ده الدرس بتاع البروبابيلستيك كلاسيفاير اللي اسمه النايف بايس. هاو بقى تو سولف البروبلم باستخدام النايف بايس؟
ده اللي احنا هنشوفه. يبقى احنا محتاجين نفورميوليت الكلاسيفيكيشن بروبلم از ا نايف بايس استيميشن للبوستيريور بروبابيلتي. وانس ان احنا عملنا الكلام ده مسائلتنا اتحلت. ده اللي احنا عايزين نعمله في المحاضره. بيقول لك اول حاجه ايه معنى الجنريتيف مودلز. معنى الجنريتيف مودلز ان انت دلوقتي بدل ما بتدور على حاجه تفرق بيها كلاسز، لا ده انا عايز ديسكرايب الكلاسز. احنا كان عندنا شويه سامبلز كده، ادي البوزيتيف وادي النيجاتيف، فانا ممكن ادور على خط يفرق لي البوزيتيف عن النيجاتيف. ده بيسموه ديسكريمينيتيف ابروتش. لكن في الجنريتيف مودلز انا بعمل بروبابيلتي ديستريبيوشن للسامبلز اللي في الكلاس بتاع البوزيتيف، وبعمل بروبابيلتي ديستريبيوشن للسامبلز بتاعه الكلاس اللي في النيجاتيف، وبعدين بشوف لو جات لي نيو اكزامبل بقدر اعرف هي بيتبلونج للديستريبيوشن ده ولا بيتبلونج للديستريبيوشن ده، واللي هيدي لك هايست بوستيريور بروبابيلتي هو ده الكلاس ليبل. يبقى في فرق بين ان انت بتدور على الخط ولا بتموديل السامبلز بروبابيلتي ديستريبيوشن. ده الدرس اللي بنتكلم عليه النهارده، ان انا بموديل السامبلز بروبابيلتي ديستريبيوشن فيساعدني احسب البوستيريور فاقدر اعرف الكلاس ليبل. لكن في بعض الميثودز مثلا زي البرسبترون هنتكلم عليه المحاضره الجايه، واللوجيستيك ريجريشن الاسبوع الجاي برضو ان شاء الله، لا ده هو الهدف بتاعه ان هو يجيب السيباريتور بس. تمام، هنتكلم على النايف بايس كلاسيفاير بيتعمل ازاي وبنحل بيه مسائل ازاي، ايه هو السيتنجز واكزامبل وهاو تو استيميت البروبابيلتيز. فاول حاجه بيتكلمك عليها حاجه اسمها الكونديشنال بروبابيلتي. ايه موضوع الكونديشنال بروبابيلتي دي؟ بيقول لك ان بي اوف اي جيفن بي بتساوي بي اوف اي انترسكشن بي على بي اوف بي. بي اوف اي جيفن بي، ان انت لو انت عارف ان انت في البي فايه البروبابيلتي ان انت تكون في الاي، هتساوي البروبابيلتي بتاعت الانترسكشن على البروبابيلتي بتاعت البي. طب هو ليه قسم على البروبابيلتي بتاعت البي؟ لان هو بيقول لك هي جيفن ان هي في البي، فهي دي سبست من دي، فعشان كده بي اوف اي جيفن بي هتساوي بي اوف اي انترسكشن بي اللي هي الاريا دي على الاريا دي كلها. ماشي، طيب معنى كده انك تقدر تجيب ايكويشن للبي اوف اي انترسكشن بي انها بتساوي بي اوف اي جيفن بي في بي اوف بي. خلاص الايكويشن دي مشهوره وقديمه ومفيش حد يعني ما يعرفهاش بالنسبه للكونديشنال بروبابيلتي. طب بس انا في نفس الوقت اقدر اجيب الاكسبريشن بتاع بي اوف اي جيفن اي انترسكشن بي بطريقه ثانيه، ان انا اقول بي اوف بي جيفن اي في بي اوف اي. فمعنى كده ان التو كوانتيتيز دول ايكويفالنت لبعض، فمنها طلعت البايس رول. طلعت البايس رول بتقول ايه؟ ان عندك البراير بروبابيلتي للاي والبروبابيلتي بتاع الايفنت اي جيفن ان في ايفيدنس حصل او سيرتن اذر ايفنت اسمه بي، هتساوي تعديل على الاي عن طريق انه يضرب في فاكتور. الفاكتور ده عباره عن بي اوف بي جيفن اي في بي اوف بي. يبقى انت لو تقدر تيستيميت بي اوف بي جيفن اي وبي اوف بي يبقى كده انت جبت ايه؟ البوستيريور بروبابيلتي. فبيقول لك البي اوف اي جيفن بي بيسموها البوستيريور. طب هي بيسموها بوستيريور؟ بوستيريور يعني بعد. بوستيريور يعني بعد، اللي هي posterior distribution on A given B. وال B of A بيسموها prior، اللي هي prior يعني معهاش الايفيدنس، اللي هي البروبابيلتيز اللي هي كل الناس تعرفها ان الشمس بتظهر من المشرق، دي probability 100%، لكن في يوم من الايام هتظهر من المغرب، فاحنا يبقى prior هو انها بتشرق من 100% من المشرق، ده بيسميها prior. ال B of B بيسموها الايفيدنس، وان البي اوف بي جيفن ايه بيسموها اللايكلي هود. طب اللايكلي هود دي بنحسبها ازاي؟ بنحسبها من الداتا سيت، بنحسبها من السامبلز، هنشوف ازاي بتتحسب. فبيقول لك دلوقتي البايس رول بيقول لك انت لو عندك ايفنت اسمه ايه وايفنت تاني اسمه بي، فده الانترسكشن ما بينهم ان هو بي اوف ايه اند بي، وعندك بي اوف نوت ايه اند بي، دول بيكومبلمنتوا بعض، مجموعهم هيساوي بي اوف بي، مجموعهم هيساوي بي اوف بي. وعندك هنا نوت الاي مع نوت مع البي يبقى بي اوف اي اند نوت بي، وهنا بي اوف نوت اي اند نوت بي، مجموعهم برضو هيكومبلمنتوا بعض هيدي لك بي اوف نوت اي. دول مجموعهم هيكومبلمنتوا بعض يعني يكومبلمنت يعني بيكمل، ها، ويجيب لك بي اوف نوت اي، وهنا يجيب لك بي اوف اي. This table divides the sample space into four mutually exclusive events. The probability in the margins are called marginals. Marginal يعني هامش، ها؟ لو خدت بالك ادي التيبل وادي الهامش اليمين وادي الهامش التحتاني، ده اللي هو اسمه بمارجنالايز، يعني بيجمع على الرو او بيجمع على الكولوم. يعني في فرق
الاند دي بيسموها الجوينت ديستريبيوشن، دي بيسميها المارجنال اللي هي مجموع الاثنين دول مع بعض، ودي بيسميها مارجنال مجموع الاثنين دول مع بعض. ولو جمعت ده وده يطلع لك مارجنال هنا، لو طلعت ده برضه يبقى لك يطلع لك مارجنال هنا. طيب another form، another form بيقول لك ان b of a given b المفروض انها بتساوي b of b given a في b of a على b of b. انا عايز b of b. طب b of b بتيجي ازاي اللي هي موجوده في المقام؟ فبيقول لك انت هتدور فين ال b على كل ال possibilities لل other evidences. فانا ال evidences عندي يا اما ان ال a تكون موجوده او ال not a تكون موجوده. عرفنا ليه تحت في summation في المقام؟ خد بالك ان الترم الموجود في المقام ده هو exactly b of b. فb of b بتظهر امتى؟ b of b بتبقى هي b of b given a في b of a زائد b of b given not a في b of not a. تمام؟ ماشي. هناخد مثال عشان نفهم البايس رول بتستخدم ازاي كده، نعمل بقى مسائل كلاسيفيكيشن. حاليا احنا مش بنحل كلاسيفيكيشن بروبلم، حاليا احنا بنلعب بالبايس رول ونشوف ايه اللي ممكن نحسبه منها يعني. فبيقول لك ان البي اوف اي ان البيشنت هاز كانسر، ودي بتكون يعني بيحسبها على التوتال بوبيوليشن على كل الناس اللي هو يعرفهم، فيقدر يعرف البروبابيلتي دي بيسميها البراير اللي هي بي اوف اي، هو ده البراير اللي بيجيبها على كل البوبيوليشن. وبي اوف بي هاز والبي ا بيشنت هاز ا بوزيتيف لاب تيست، لو راح عمل تيست معين وطلع التيست ده بوزيتيف، فاحنا عارفين ان التيست ده بيكون بوزيتيف عدد معين من الاوقات في الدنيا، فدي بيسميها بي اوف بي. خلينا نشوف الحالات اللي هيديها لنا زياده. بيقول لك ان بي اوف اي بتساوي 8 من ال 1000. 8 من ال 1000 معناها ايه؟ دي معناها ان في كل 1000 واحد في 8 عندهم كانسر، ده معنى كلمه بي اوف اي. وبي اوف نوت اي معناها ان في كل 1992 منهم ما عندهمش الكانسر، ده معنى بي اوف اي وبي اوف نوت اي. تاني حاجه بيقول لك بي اوف بي جيفن اي بتساوي 98%. 98% من الناس اللي عندها كانسر كانت بتبقى البيشنت دوت بيدي لك بوزيتيف لاب تيست. 98% من الناس اللي عندها كانسر، ده الايفيدنس اهو، ده الايفيدنس. 98% منهم ان البي بيكون بوزيتيف، وعندنا 2% ان البي بيكون نيجاتيف رغم ان العيان عنده كانسر. كويس، دي حاجات هو جايبها اعطيها لك في المساله. وبيقول لك B of B given not A الناس اللي ما عندهاش كانسر احتمال يطلعوا بوزيتيف في التست بنسبة 3%، والناس اللي ما عندهاش كانسر احتمال ان التست يطلع نيجاتيف عندهم 97%. طب السؤال اللي بيطرح نفسه، ليه مجموع ده وده ما سووش واحد؟ ليه المجموع ده ما طلعش بيساوي واحد؟ علشان دول مش كل الناس يا دكتور. يعني دول لا، علشان ده معمول، لا، عشان ده معمول على ناس وده معمول على ناس تانية. انا الناس اللي عندها كانسر اهم، والناس اللي ما عندهمش كانسر اهم. كويس، من الناس اللي عندهم كانسر البي طلع بوزيتيف في 98% منهم، يبقى الحبه دول. ماشي، كويس. من الناس اللي ما عندهاش كانسر دول، ده الاي ها وده الاي داش. من الناس اللي ما عندهاش كانسر 3% بس اللي طلع لهم البي بوزيتيف، فدول ده الحبه دول ما لهمش دعوه بالحبه دول. امال الحبه دول مين اللي يكملهم؟ لما يكونوا عندهم الاي. ايوه بالظبط، الله ينور عليك. بص بقى ايه على الرو دوت، دول اللي بيكملوا بعض. فانت بتتكلم على سات اسمها ايه، 98% منهم البي تيست بتاعه بيكون بوزيتيف، و2% البي تيست بيكون نيجاتيف. يبقى ادي الاي وادي البي وادي النوت بي. فهمنا القصه دي كده يا شباب؟ ماشي ولا لا؟ فما ينفعش ده وده they are not summing to one. ها، الصم لا يساوي واحد، ها مش هتصم لواحد. ولكن مين اللي هيصم لواحد؟ لما يكونوا مشتركين في نفس الايفيدنس، لما يكونوا مشتركين في نفس الايفيدنس.
لكن ده بيتعمل على ست وده بيتعمل على ست تانية، فمالوش علاقة ببعض أصلا، مالوش علاقة. فهمنا يا كيرولوس كده التريك فين يا باشمهندس؟ تمام يا دكتور. طيب تمام خلاص. طيب بيقول لك لو انا عايز اعرف بي اوف اي جيفن بي، انا دلوقتي مش عارف العيان ده عنده كانسر ولا لا، عايز اعرف ايه البروبابيليتي بتاعه ان هو يكون عنده كانسر لو راح عمل تيست والتيست كان بوزيتيف. فهمنا ايه المساله اللي احنا بنحلها؟ انا دلوقتي عايز احسب بي اوف اي جيفن بي، بي اوف اي جيفن بي اللي هي probability ان هو يكون عنده كانسر جيفن ان التست بتاعه كان بوزيتيف، ده اللي جيفن. فبيقول لك هتحسب بكل بساطه، ادي البي اوف الاي اللي هي 8 من 1000 وتضربها في البي اوف بي جيفن اي اللي هي 98%، ادي الرقمين دول في بعض ضربناهم جبنا منهم البسط، والمقام هيكون 98% في 8 من 1000 ده بلس ده اللي هي 3 من 3 من 1000 مكتوبة غلط، ها مكتوبة غلط، ها النقطة الكسرية المفروض تبقى هنا مش هنا، في 992000. طب ليه هي دي المقام؟ هو ده البي اوف البي، البي اوف البي لو انت خدت بالك هو اللي دايما بيبدا ببي اوف بي جيفن اي حاجه ويقعد يجمع عليهم كلهم، بيبدا ببي اوف بي جيفن اي حاجه، مره جيفن الاي ومره جيفن النوت اي، وبيضربها في البروبابيلتي بتاعتها اللي هو البراير بتاعه. فهنا هيضرب ده في ده لان ده البراير بتاعه، وده هيضربه في ده عشان ده البراير بتاعه. طيب لما جيت تحسب الرقم ده طلع 21%. عايزك كده تركز، لو البراير كان 0.008 وتحول بقى 0.210 يبقى زاد كام ضعف؟ من 8 ل 210، زاد اكتر من 20 ضعف، نقول كمان اكتر من 25 ضعف. معنى كده ان البروبابيلتي بتاعت ان هو كان يبقى عنده كانسر دي الاصل ان هي 8 من 1000، بس جيفن ان التست بتاعه كان بوزيتيف بقت البروبابيلتي بتاعته 21%، which is huge. ها huge jump، هيوج جامب. ستيل وي كانوت كونكلود اذا كان عنده كانسر ولا لا، محتاج بقى يعمل تيست تاني وتيست تالت وتيست رابع لحد ما نعرف بالظبط هو عنده ايه. فهمنا القصه بتاعت البايس رول، ان هو دلوقتي البروبابيلتي الاصليه بتاعت ان يكون اي واحد عنده كانسر او ما عندوش 8 من 1000، لو في سيرتن تيست عمل وطلع بوزيتيف فده على البروبابيلتي بصوره كبيره جدا ضايفها 25 بقى. واي البروبابيلتيز، واي ار وي برينجينج هير البايس رول؟ هقول لك دلوقتي، لان انا اقدر اموديل البروبلم بتاعت الكلاسيفيكيشن على ان هي مساله ايه، حساب بوستيرير بروبابيلتي. انا معايا كلاسز وكل كلاس ليها بروبابيلتي، معنى كده ان ليها براير، وعايز اشوف لو انا جبت لك فيتشر قلت لك مثلا ان جو النهارده درجه الحراره 25 وان الدنيا زحمه وان ايه كمان وان الريس في اسكندريه، ايه البروبابيلتي ان انا الحق الماتش في الاستاد؟ لو الايفيدنس العاديه من غير الكونديشنز اللي من غير الايفيدنس اللي عملها اديها لك دي، بروبابيلتي ان انت تروح الاستاد، انت بتروح كل خمس ماتشات بتروح مره، فالبروبابيلتي بتاعتك 20%. لكن لو اديت لك الكونديشنز بقى اللي انا عمال احطها كل شويه دي، هتلاقي نفسك البروبابيلتي بتاعتك مالها بقت بتساوي عماله تقل. فايه معنى كده؟ معنى كده ان انا عندك تو كلاسز، الكلاس هروح الماتش او مش هروح الماتش، يبقى انا هكلاسيفاي انهي احسن اللي هيدي لك بروبابيلتي اعلى. فالبروبابيلتي كان بي يوزد تو انديكيت الكلاسيفيكيشن. بقول لك ان ريكول الكلاسيفيكيشن فريم ورك، ان انت عندك اكس 1 وواي 1 اب تو اكس ان واي ان، واكس اي بيبلونج للار دي والواي بيبلونج للست اوف كلاسز او الواي كابت. الهدف ان انا ليرن كلاسيفيكيشن فانكشن. ازاي الكلام ده بينطبق على البايس رول؟ learn a mapping from x to y would like to find the mapping through p of y given x. الليبل بتاعك هو ده الواي، يبقى انا عايز اعرف p of الكلاس ان انا اروح الماتش او ما اروحش، او ان الدنيا تشتي او ما تشتيش، او ان هاير فلان او ما عملوش هايرنج. ها دي الوايز بتاعته. given الاكس، مين الاكس بتاعتك؟ ده الفيتشر فيكتور بتاعك اللي هو احنا بنسميناه بقى الايفيدنس، كل شويه عمالين نراكم الايفيدنسز.
فلو انت بتتكلم على discrimination algorithm ان انا بموديل دايركتلي على ال P of Y given X زي ما قلنا ان هو بيدور على السيبريتور اللي بيفرق البوزيتيف عن النيجاتيف كلاس، لكن فهو كانه بموديل P of Y given X دايركتلي، ده في discriminative algorithms. لكن في الجينيريتيف algorithms لا، انا بادابت ديفرنت ابروتش، انا ببيلد موديل فور البوزيتيف كلاس وببيلد ديفرنت موديل فور النيجاتيف كلاس. ولو عندك new example هحسب p of x given y، لا I'm sorry، هحسب p of y given x لكل ال possible y's for all possible y's. لو انا عرفت اجيب p of y واحد اللي هي الكلاس الاولاني c واحد given x و c اتنين given x و c تلاتة given x، يبقى انا في هذه الحالة اقدر اجيب الماكسيمم فيهم واديها الليبل بتاع الماكسيمم. طيب بس انت عشان تعرف تحل المساله دي لازم تكون عندك طريقه تحسب منها p of x given y و p of y و p of x. اللي انا عايز اقوله لك انترستنجلي من التريننج داتا، من التريننج داتا الارقام دي نقدر نحسبها، من التريننج داتا الارقام دي نقدر نحسبها، وده اللي هيخلي حياتنا اسهل شويه. طيب يبقى الاوبجكتيف بتاعك ان انا احسب p of y given x for every possible class y وادور على الواي اللي بتماكسمايز الاكسبريشن دوت. طب الاكسبريشن دوت لو انت خدت بالك ان المقام ما فيهوش واي اصلا، مش معتمد على الواي، فكانك عايز تماكسمايز الباست، كانك بتدور على الواي اللي تماكسمايز الباست، وده هيسهل لنا الكالكوليشنز. لحد دلوقتي احنا ما اتكلمناش على النايف بايس، كل ده احنا بنسميه البايس رول. البايس رول هنشوف بقى دلوقتي ان الاكسبريشن ده هيكون له طريقه اسهل في الحساب لو انت عملت الاسامبشن بتاع الاندبندنس بتاع الفيتشرز. فالنايف بايس هو بروبابيليستيك موديل، هاي ريبلاكتيكال موديل، ابلكيشن دومينز بيستعمل كتير في الناتشرال لانجويج بروسيسنج. النايف بيكوز اوف السترونج اسامبشن هنتكلم عليه كمان شويه، وفيري سيمبل وسترونج، كان بي كومبيرابل تو ديسيشن تريز اند سام كيسز ات كان بي كومبيرابل تو نيورال نتوركس. طب خلينا نشوف السيتنج بتاعك. المساله بتاعتك بتبقى جايه لك داتا ماتريكس، جايه لي عباره عن روز، كل رو عباره عن ريكورد، وعندي at the very end one column طوله بيساوي عدد الروز، وبيكون فيه ليبل بتاع الاوبجكت ده. ممكن بقى الليبل ده يكون ده دي عربيه، ده موتور سايكل، ده اير بلين، ممكن كده يعني، او يكون اي نوع من انواع الليبلز يعني، هاي هاير مش هاي هاير، اي حاجه. الفيتشرز عندك دي فيتشرز، معنى كده ان اكس اي في دي دايمنشنز، وعندك التيبل ده طوله ان اكزامبلز. Example, consider document classification. Each example is a document. Each feature presents the presence or absence of a particular word. We have a training set, a new example x new. وانا عايز معايا الفيتشر فيكتور بتاعه من هو من A1 لحد AD، ونفسي اجيب له y new of this example. ده الهدف من المساله بتاعتك. ف y new بتساوي arg max p of y given A1 comma comma. باك ان دي comma. A2 comma A3 and comma D. دي بنسميها الجوينت بروبابيليتي. بس عشان انت بتستعمل النايف بايس اسامبشن، احنا في الاخر خالص هنمسح المقام، بس خلينا نقول كده. يبقى انا عايز اجيب P of A واحد، برضو دي الجوينت ديستريبيوشن، given ال Y في P of Y على ال P of الجوينت بتاع A1 لحد AD. احنا اتفقنا ان المقام ده ممكن نمسحه، ممكن نمسحه ان مش داخل في، مش داخل فيه واي، فانا عايز اماكسمايز الترم ده، ادور على الواي اللي بتماكسمايز الكلام ده. طيب عشان ادور على الواي اللي بتماكسمايز الكلام ده، يبقى انا لازم اجيب الجوينت ديستريبيوشن، بس الجوينت ديستريبيوشن ده صعب حسابه، فعشان كده قال لك هيستعمل حاجه اسمها البايس اسامبشن، ام سوري النايف بايس اسامبشن، اللي بيخلي الحساب بتاع الاكسبريشن ده سهل قوي. هوريه لك دلوقتي. فبيقول لك لو انت عايز تحسب P of Y بتجيبها ازاي من التريننج داتا. انا دلوقتي عندي التيبل ده فيه 100 اكزامبل، وعندي هنا الكلاس، عندي 50 منهم تريانجل و50 سيركلز. معنى كده البروبابيلتي بتاعت التريانجلز 50% والبروبابيلتي بتاعت السيركلز 50%، فسهل جدا انك تجيب البراير بتاع كل كلاس من الكلاسز. Count the frequency with which each label y occurs in the training data. خلاص هعد كام مره عندي triangle وكام مره عندي circle، والمساله بتاعتي سهله ما فيهاش حاجه. طب ال P of ال A1 و A2 up to AD given y. given y يبقى انا دلوقتي التيبل بتاعي زي ما قلنا كان فيه 100 سامبل، في منهم 50 للكلاس بتاعت النجوم اللي سوري triangles و50 للكلاس بتاعت السيركلز.
فعشان تحسب بي اوف اي واحد اب تو اي دي جيفن واي، ادي اي واحد لحد اي دي اللي هم الدايمنشنز بتاعتك، عايز اشوف كم مره هيحصل لي الطابل ده بالكامل في ال 50 واحده دول عشان اجيب بي اوف اي واحد اب تو اي دي جيفن السيركلز، واعمل نفس الكلام جيفن الترينجلز. فطبعا لو انت عندك عدد الفيتشرز كتير ساعات بيكون مستحيل ان هما يظهروا مع بعض، ان ايه واحد وايه اتنين اب تو اي دي ممكن جدا ما يظهروش في التريننج ديتا اساسا مع بعض. فالحل بتاع الكلام ده ايه؟ قالوا ان بدل ما بتحسب الجوينت ديستريبيوشن بتحسب ها الاندبندنس اسامشن، ان بي اوف اي واحد وايه اتنين جيفن واي هي نفسها بي اوف اي واحد جيفن واي في بي اوف اي اتنين given y، وده هنا المور جنراليزيشن. طبعا ده اسهل جدا في الحساب لان سهل الاقي بعض السامبلز في الكلاس اللي اسمها السيركلز لهم الفيتشر كانت a واحد وبعضهم لهم الفيتشر بتاعت a اتنين. لحظه واحده بس، خلاص. طيب فنايف بايس كلاسيفاير عايز يارج ماكس الباي بي اوف جي جيفن واي في بي اوف واي. وي كان استميت ذيس تو تيرمز اللي هم بي اوف جي اي جي جيفن واي فروم التريننج ديتا. خلينا نشرح مساله بالارقام عشان الدنيا توضح بالنسبه لك. يبقى الليرنينج بروبلم ستيج، عندنا ليرنينج ستيج وعندنا كلاسيفيكيشن ستيج. Learning stage ان انا estimate ال py والestimation ان انا estimate p of a j given y for all a i. ولو جالك new example كل اللي عليا ان انا بحسب ال p of ال y في p of a j given y للكلاس الاولى وللكلاس الثانيه وللكلاس الثالثه واجيب الماكسيمم بتاعها. كان عارف ان الكلام ده شكله غلس شويه نظريا بس هو في الحقيقه سهل وسهل قوي كمان. نتخيل المساله بتاعتنا المشهوره بتاعه المحاضره بتاعه الديسيشن تريز ان هو عايز يهاير وجاي له نيو اكزامبل عايز يعرف يعمل له هايرنج ولا لا. فانا بسالك اول سؤال هنا، عندك كام كلاس؟ عندنا كام كلاس في المساله بتاعتنا دي؟ يا ريت تكون اربعه. لا ما عندناش اربعه كلاسز، الكلاسز هي اللي هي الليبل. عندي كم كلاس؟ كلكم نايمين خالص. 14 3 2 يا دكتور. نو او فولس؟ نو او يس؟ يس ونو صح، يس ونو. طب انا عايز احسب البراير بتاع اليس والبراير بتاع النو، احسبه ازاي؟ عندي كم واحده يس؟ 1 2 3 4 5 6 7 8. يبقى الياس 8 على 14 والنو 6 على 14، دي بنسميها البراير. بنسميها ايه دي؟ بنسميها ايه؟ براير. طب انا دلوقتي جاي لك النيو اكزامبل عايز يحسب بي اوف يس، بي اوف يس جيفن ماسترز ويو اكس وجافا وترو، ده اللي هو السامبل الجديدة دي، وعايز يحسب نفس الكلام P of no given in masters وال U وال Java وال True، واللي هيطلع فيهم الكبير هو ده الكلاس ليبل اللي هو عايز يأساينه لل question مكان question mark higher ولا لا. ماشي، فهمنا ايه البروبلم بتاعتنا، ايه اللي احنا عايزين نحسبه؟ ماشي، عايز يحسب بي اوف الكلاس اللي اسمها يس جيفن الفيتشر فيكتور اللي هو جاي له دوت، وبي اوف الكلاس اللي اسمها نو جيفن نفس الفيتشر فيكتور دوت، نفس الفيتشر فيكتور اهو، واللي هيدي له بروبابيلتي اعلى يبقى هو ده الليبل الصح. لو لقيت البي اوف اليس جيفن الفيتشر فيكتور طلعت اعلى من البي اوف النو جيفن الفيتشر فيكتور يبقى هو هاي هاير، لو لقيت ان العكس يبقى مش هاي هاير. فهمنا احنا عايزين نحل ايه المساله بتاعتنا، ايه راس المساله؟ وضحت؟ طيب الحاجه الانترستنج بقى بالنسبه لنا، خلينا نحط ورقه جديده هنا نشرح فيها، ان بيقول لك بي اوف يس جيفن ماستر، حد يفكرني، يو اكس ديزاين وجافا وترو بتتحسب ازاي؟ بتتحسب بالشكل الاتي، بيقول لك ان الكلام ده هيساوي بي اوف ماستر
و يو اكس ديزاين وجافا وتي جيفن يس. طب يا دكتور الفرق بينهم؟ لا هقول لك فرق كبير قوي. ده اللي هو باستعمال النايف بايس اسامبشن هتساوي بي اوف ام جيفن يس في بي اوف يو جيفن يس في بي اوف جي جيفن يس في بي اوف تي اللي هي ترو جيفن يس. ده اسامبشن جبار جدا. ليه بقى الاسامبشن ده جبار جدا؟ لان انا اقدر احسب بي اوف ام جيفن يس. بجيب ازاي؟ عايز حد شاطر يقول لي اجيب ازاي بي اوف ماسترز جيفن ان هو يس. لو انت عايز تدور على بي اوف ماستر جيفن يس يبقى هبص على الرو ده والرو ده والرو ده، 3 روز 4 روز وخامس رو اللي هو دوت و وسادس رو اللي هو دوت وسابع رو اللي هو دوت وثامن رو اللي هو ده. فعايز اعرف بي اوف ماسترز جيفن يس هشوف فيه كام ماستر لما كان يس. 1 2 3 4 يبقى البي اوف الماستر جيفن يس هتساوي كام؟ بي اوف ام جيفن يس هتساوي كام؟ 4 على 8. معايا ولا مش معايا؟ شفنا عملناها ازاي؟ تمام. بي اوف اليو تمام تمام جيفن يس على نفس الروز، على نفس الروز هشوف بقى فين اليو اكس ديزاين. هل ده كان يو اكس؟ لا. 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 هل ده كان يو اكس؟ ادي واحد اهو يو اكس واثنين يو اكس، يبقى اثنين على ثمانية. شفنا اثنين على ثمانية دي جت منين؟ ان هو في اليس عدى جاله كام واحد يو اكس. فضلنا نحسب بي اوف جي جيفن يس برضو بالكاونتس، برضو بنفس الطريقة. بي اوف جي جيفن يس، بي اوف جي جيفن يس، ادي واحد اثنين اوف ثلاثة اربعة خمسة، خمسة على ثمانية. يبقى خمسة هو ايه؟ خمسة على ثمانية. وفضل لنا P of true given yes برضو نشوفها هنا هتساوي كام. P of true given yes ادي واحدة، لا اتنين كده قصدي، تلاتة اربعة. اربعة على تمانية. ونعمل نفس الكلام للجيفن نو، واعمل نفس الكلام للجيفن نو. فانا دلوقتي البي اوف اليس والنو البراير 8 على 14 و6 على 14 كويس. البي اوف ماستر جيفن يس 4 على 8 زي ما حسبناها. بي اوف ديزاين جيفن يس 2 على 8. الجافا هي كانت 6 بس انا كنت طلعتها 5 وانا اتلخبطت تقريبا، وهنا 4 على 8. عملنا الكلام ده كله جيفن اليس، فاضل اعمله جيفن النو. ماستر جيفن النو 1 على 6، يو اكس جيفن النو 2 على 6، الجافا جيفن النو 1 على 6، الترو جيفن النو 3 على 6. وبعدين ياخد بقى الاربع ارقام دول يضربهم في بعض ويضربهم في البي اوف اليس، وياخد الاربع ارقام دول يضربهم في بعض ويضربها في البي اوف النو. هيطلع له البروبابيلتي بتاعتنا ب 26 من 1000 اجينست 2 من 1000. يبقى مين اللي هيحصل له اساينمنت؟ مين الماكسيمم بتاعهم؟ يا هاير ولا يا دونت هاير؟ دازنت هاير. ها هاي هاير، لان هو دلوقتي البروبابيلتي بتاعته كانت في اليس بتدي بروبابيلتي سكور اعلى، يبقى هاي هاير. طيب استيميتنج البروبابيلتيز، المشكله ساعات بتحصل ايه؟ ان انت لو قلت لك ان الطالب بي اوف ماسترز، بس الماسترز دي عمرها ما ظهرت في الكلاس اللي اسمها يس. ماشي، عمرها ما ظهرت في الكلاس اللي اسمها يس. طب نعمل ايه؟ طيب فهيطلع لك صفر. ما هو انت لو مثلا تخيل دلوقتي ان هنا كان كل الماسترز دول مكان مكتوب مكانهم بي اتش دي مثلا، دي ودي ودي ودي، فلما تيجي تقول له بي اوف ماسترز جيفن ان هو يس هيلاقي دايما ده بصفر. ف
فلو بقت بصفر ايه اللي هيحصل؟ الارقام هتضرب في بعضها هتكون كلها بصفر، صح ولا انا غلطان؟ انتوا معايا ولا نمتوا؟ طيب، فهو الحل بتاع الكلام ده انه يعمل استيميت بدل ما يحسب الاكزاكت كاونت، يعمل حاجه اسمها السودو كاونت. السودو كاونت او بيسموه الام استيميت اوف البروبابيلتي، بيزود حاجه اسمها كوركشن تيرم. هو الترم المفروض يكون ان سي على ان واي، اللي هو كام مره ظهرت الفيتشر دي بالفاليو اللي احنا بندور عليها اللي هي اكس جي بتساوي اي جي، والان واي ده التوتال نمبر بتاع الكلاس مثلا اللي هي اليس اللي كانت 8 سامبلز، يعني المفروض تكون 4 8 6 على 8 5 على 8. بس لو الان سي ده كان بيساوي 0 في اي سبب من الاسباب، فهيطلع البي اوف اي جي جيفن واي هتساوي 0، وده مش مصلحتنا. فالحل بتاع الكلام ده ايه؟ انه بيقول لك ان الكلام ده هيساوي انه يزود في البسط اي رقم ويحط في المقام رقم تاني. فالام ده بيسموه الايكويفالنت سامبل سايز، وده بارامتر يبقى ديفايند اسمه الام، وبارامتر تاني اسمه ديفايند اسمه البي، بحيث ان ما يطلعلكش الزيرو بروبابيلتيز دي خالص. ان لو طلع الان سي بتساوي صفر، ام في بي ما تكونش بتساوي صفر ابدا، ام في بي ما تكونش بتساوي صفر ابدا. طيب، مفازين الحاله يتغلب على الموضوع ده. طب يا ترى دلوقتي نسيت البي بكام؟ نسيت البي بكام؟ الام ده فيرتشوال اكزامبلز، كانك بتزودهم على السامبل سايز بتاعك. بس انت دلوقتي عايز تعرف اضرب الام في بي، طب البي بكام؟ انا بقول لك لو الاتريبيوت بتاعك has 3 values اللي هي ماسترز وبي اتش دي وباتش باتشلر، كويس، فبيقول لك ان البي بتاعتك، يبقى البي بتاعتك هتساوي 1 على 3، 1 على الديفرنت، على السايز بتاع الديفرنت بوسيبل فاليوز. فهنست اليونيفورم براير، ان انا هاسيوم ان انا ممكن يجي لي 1 على 3. وام ده بيسميها سامبلز، اللي انت كانك بتزود سامبلز ديستريبيوتد اكروس البراير بي. يعني ممكن تقول الام بتاعتك بتساوي 10، وتبقى هنا ايه ال10 دي زودتها على ال3، يعني كان هنا 10 وهنا 10 في تلت، يبقى 3.3 على ده، كانك عشان ما يقسمش، عشان ما البسط ما يبقاش بيساوي صفر باي حال. طيب، ازاي نقدر نستعمل الكلام ده في التكست كلاسيفيكيشن؟ هاو تو يوز البايس او النايف بايس في موضوع التكست كلاسيفيكيشن. احنا وانس ان احنا عملنا سيتنج للمساله ان انا استعمل النايف بايس ككلاسيفاير، ده احنا فهمناه بيتعمل ازاي، عن طريق ان هو بيماكسمايز البوستيرير بروبابيلتي بي اوف واي جيفن الفيتشر فيكتور. لكن هاو تو سيت الفيتشر فيكتور، هاو تو سيت الفيتشر فيكتور بالشكل اللي احنا عايزينه. طبعا هو بيقول لك ان مساله التكست كلاسيفيكيشن دي مهمه عشان نقدر نريكومند لك بعض المقالات تقراها، بعض الحاجات ما تقراهاش. كلاسيفاي البيجز، الناس عايز تتفرج على سبورتس يجي لها الحاجات اللي هي عايزاها، الايميلات السبام ما تروحلكش في الانبوكس. النايف بايس وان اوف ذا موست افكتيف الجوريزمز. الفكره كلها في الريبرزنتيشن، احنا كفريم ورك يهم ايه هي الفيتشرز، ويهمنا كلاسيفايرز. الكلاسيفاير في مسالتنا دي هيكون هو النايف بايس، بس يا ترى ايه هي الفيتشرز اللي احنا نقدر نستعملها في المساله دي؟ حد عنده اي اقتراح؟ الحل بتاعه بمنتهى البساطه بيقول لك جيفن دوكيمنت كوربس، كوربس يعني عنده كذا دوكيمنت كتير منهم، define an attribute for each word position in the document. The value of the attribute is the English word in that position to reduce the number of probabilities that ends to be estimated. Besides the naive bias independent, we can assume that the probability of word given is independent of the word position. يعني ايه دلوقتي؟ انا عندي الفوكابلري فيها 50,000 كلمة. عندي 50,000 كلمة. وعندي الكلاسز، كلاس اسمها سبورت وكلاس اسمها بوليتكس، بنتكلم على نيوز مثلا، على اخبار، وكلاس ثالثه اسمها انترتينمنت مثلا، وكلاس اسمها تكنولوجي، وهكذا. عندك كل كلاس من الكلاسز الموجوده عندك. فبيقول لك انت لكل وورد من الووردز، من ال 50,000 دول، من ال 50,000 وورد دول، هحسب بي اوف الوورد جيفن الكلاس، اللي هي مره بتكون سبورت ومره بتكون بوليتكس ومره بتكون انترتينمنت ومره بتكون تكنولوجي،
وانس ان انت عملت التيبل ده اللي طوله 50,000 وعرضه عدد الكلاسز وجواه بي اوف دبليو جيفن سي جي، انا بتكلم على الكلمه الاولانيه موجوده في سي جي كم مره من كل المرات اللي السي جي ظهرت فيها، ونفس الكلام للورد الثانيه، ونفس الكلام للامسوري للكلاس الثالثه وللكلاس الرابعه، واعمل الكلام ده. وانس ان انت معاك التيبل ده يبقى انت كده معاك الايه البروبابيلتي ديستريبيوشن اللي انت بتحسبه الموديل، يعني بي اوف دبليو جيفن سي جي. وانس ان انت معاك البي اوف دبليو جيفن سي جي، هنا برضو بيحطوا النورماليزيشن تيرم اللي ممكن الكلمه ما تكونش ظهرت في بعض الدوكيومنتس، ويقسم على الفوكابلري اللي هو 50,000 كلمه بحيث ان هو يضمن الكلام ده ما يساويش صفر ابدا. وانس ان انت حسبت بي اوف دبليو جيفن سي جي، the following function learns p of w given cj describing the probability that the randomly drawn word from a document with class j is the English word wk. It is also it learns also class prime. ان p of cj عنده كام document. once ان انت عملت الكلام ده خلاص اللي هتشتغل بمنتهى البساطه ان انا هعمل p of cj given ال a 1 لحد a d. مين الـ A1 لحد الـ AD؟ دي الكلمات الـ words اللي happened يعني في الـ document. once ان انت عملتها هتعرف تجيب الـ P of C given، ودي بتتحسب ازاي؟ بتتحسب ان هي P of CJ اللي هو الـ prior في P of A1 given CJ في P of A2 given CJ، ودي اللي هي كانت موجوده في التيبل اللي احنا قلنا عليه بنحسبه من التريننج دي. يبقى تقدر تعرف لو جبت لك مثلا قلت لك الجمله الاتيه، الماتش بتاع امبارح كان مسلي جدا، انا شفت 3 اجوان محمد صلاح شارك فيهم. فلو انت معاك بقى الكوربس بتاع الاخبار بتاع البي بي سي هتعرف ان كلمه محمد صلاح دي والتلات جوان والماتش كان مسلي بتظهر اكتر بريتز اكتر فين؟ في الكلاس بتاعت السبورتس اكتر من الكلاس بتاعت البوليتكس مثلا، رغم ان ممكن يكون في سياسي اسمه محمد صلاح، ممكن كان عامل توك مسليه جدا اول امبارح عادي يعني، بس في الاخر خالص اللي هيحصل ايه؟ انه هيدي بروبابيلتي اكتر للي بيحصل اوكيرنس اعلى، كل ما الترم ده بيظهر اكتر في كلاس من الكلاسز كل ما هو بيفيفور الكلاس دي في الكاونتس بتاعته وهو بيحسب. ان شاء الله في الاساينمنت وفي الشيت الكلام ده هيوضح بصورة أجمل إن شاء الله بإذن الله. هنكتفي على كده لحد البريك، بريك هناخد بريك تلت ساعة ونرجع 5:30 و5 نكمل المحاضرة إن شاء الله. هناخد درس سهل تاني بعد البريك اسمه الـ K-means clustering. الـ K-means clustering نوع من أنواع الـ unsupervised learning، هناخده بعد البريك إن شاء الله. احنا هنكمل دلوقتي ان شاء الله باذن الله بارت 2 من المحاضره، بيتكلم على الـ unsupervised learning، بيتكلم مينلي على clustering technique من clustering techniques المشهوره اللي هو اسمه الـ K means clustering. هنبدا نتكلم على الـ K means clustering دلوقتي حالا ان شاء الله. احنا في محاضرة الانترودكشن بتاعة الماشين ليرنينج اتكلمنا على مسألة الانسوبرفايزد ليرنينج، وان هو بيكون جاي لك الفيتشرز كلها من غير اي كفر كده، من غير الحاجة اللي بتكفرهم، كلهم نفس الشكل مفيش بوزيتيف ونيجاتيف. وفي الانسوبرفايزد ليرنينج محتاج ان انا حتى لو الداتا بتاعتي معهاش ليبلز ستيل اقدر اطلع يوسفول بارتيشننج ليها. ف هاو تو كونستراكت يوسفول بارتيشننج دي، ده اللي احنا هنحله النهارده. انت بيكون عندك تريننج اكزامبلز لو انت خدت بالك من اكس 1 لحد اكس ان واكس بلونج الار دي، بس ما عندكش خالص ليبلز، ما عندكش ليبلز. طب وايه ده بيستفادوه في ايه؟ اصلا ممكن يكون عندي مثلا كل الثمار اللي قدامي ثمار برتقال، بس انا عايز اجروبهم بيزد على الكلر، فهلاقي حاجات بقى مش مستويه لونها مخضر، وحاجات مستويه لونها اصفر، وحاجات مستويه اكتر لونها اورنج. فلو انت عملت منهم جروبنج بيزد على الكلر هتلاقي ان نفس السامبلز دي اللي انت ما كانش عندك فيهم سيبريشن ممكن يبداوا يتقسموا ان ديفرنت بارتيشنز، يعني
فهو ده الهدف من مساله الـ unsupervised learning او الكلاسترنج، ان يعمل حاجه شبه كده، ان هو يحول كل واحده من دول يديها حاجه اسمها ممبر شيب لكلاستر. عايز طب فين الكلاسترز دول؟ لا لسه ما نعرفش ازاي هنجيبهم، بس انا عايز كل واحده من دول تاخد ممبر شيب، دي هتاخد رقم واحد ودي هتاخد رقم واحد، كل دول هياخدوا رقم واحد ودول هياخدوا كلاستر رقم اتنين. ازاي الكلام ده بيتعمل؟ في الناتج في النهايه خالص هقول لو جبت اجيب سبيس بانكلوز الفيتشرز اللي حصل لهم كلاسترنج في كلاس رقم واحد هيطلع السيرفس الاحمر، وهنا نفس الكلام سيرفس تاني احمر مختلف عن الاولاني. السؤال بقى ايه الطريقه اللي هنعملها؟ عندنا طرق كتيره جدا، عندنا كي مينز وجاوسيان ميكسرز وهيراركال اجلوميريتيف كلاسترنج وسبكترال كلاسترنج ودي بي سكانز، كل دي طرق كتير مختلفه للكلاسترنج. احنا هنشرح الموست كومن والموست سيمبل اللي يسموها الكي مينز كلاسترنج، اللي يسموها الكي مينز كلاسترنج. طب الكي مينز كلاسترنج دي بتشتغل ازاي؟ هنا بيقول لك بعض الاكزامبل بروبلمز اللي فيهم كلاسترنج، كلاسترنج على الستارز، على الاوديو سيجنال بروسيسنج سيبريشن، على الايمج سيجمنتيشن، على الكلاسترنج اوف جيوغرافيك اوبجكتس زي مينرال ديبوزيتس وهاوسز اند سو اون، كلاسترنج بوبوليشن باي ديموغرافيز اند سو اون. دي ديفرنت دومينز يعني بيستعملوا فيها مساله الكلاسترنج. يعني عايزين نشوف مساله الكي مينز كلاسترنج تشتغل ازاي. الكي مينز بمنتهى البساطه بيأسيوم ان عنده كي نمبر اوف كلاسترز، عنده كي بارتيشنز في الداتا، والاوبجكتيف بتاعه انه يحدد مين من السامبلز بيبلونج لانهي بارتيشن. فلو انا هنا قلت لك ان الاسامبشن بتاعي ان انا عندي اتنين بارتيشنز للديتا سيت اللي قدامنا دي، فانت منتظر ان دول يجروبوا توجذر وان دول يجروبوا توجذر، بس انت ما عندكش حاجه تقول الكلام ده. فانا هبدا بقول ان انا هبدا بانيشال راندوم سيدز، الانيشال راندوم سيد الزرقاء دي للكلاستر الاولاني والحمراء للكلاستر الثاني. بس لو انت بصيت كده هتلاقي ان كل السامبلز ان الكلاسترز مش هيحصل لهم ممبر شيب من اول مره صح. هيبدا يشوف الممبر شيب لكل سامبل من السامبلز. طب ازاي هيشوف النقطه دي اقرب للحمراء ولا اقرب للزرقاء؟ اقرب للزرقاء يديها لون ازرق، ودي اقرب للزرقاء يديها لون ازرق، ودي اقرب للزرقاء يديها لون ازرق. يبقى هيعمل اول خطوه هيعمل حاجه اسمها الاساينمنت. الاساينمنت ان دول هيبقوا اسايند للكلاستر الازرق والباقيين هيبقوا اسايند للكلاستر الاحمر لان هم كانوا اقرب للنقطه الحمراء اللي هي دي اسمها سيد واحد وده السيد الثاني. طب وبعدين بعد ما عمل الاساينمنت بالشكل ده يابديت السيدز كانوا اصلا كانوا بره الديستريبيوشن، يعمل ايه احسن نقطه يحطها تريبريزنت الكلاستر بتاعه ده؟ هيختار نقطه اسمها المين، هيختار نقطه اسمها المين. فلما يختار المين ايه اللي هيحصل؟ الستارز اماكنها اتحركت، بقت هنا وبقت هنا بعد ما كانوا هنا وهنا. ويعمل الاساينمنت مره ثانيه، يعمل الاساينمنت مره ثانيه، يعمل الاساينمنت مره ثانيه. النقط الاقرب للكلاستر الاولاني للسنترود الاولاني يروحوا الاحمر هنا، والنقط الاقرب للازرق يروحوا هنا. وبعدين يابديت المين مره كمان، يابديت المين مره كمان، ده هيروح في الحته دي وده هيروح في الحته دي. لما يابديت المين مره كمان السنترويد ده بقى اقرب لكل دول وده بقى اقرب لكل دول، هيحسب المين مره كمان، هيجيب دي هنا ويجيب دي هنا مثلا. وبعدين يلاقي ان مفيش اي تشينج، حتى لما السنترويد اتغيرت مفيش تشينج في الاساينمنت. طالما مفيش تشينج في الاساينمنت يبقى انا كده خلصت كلاسترنج، يبقى انا كده عرفت كل سامبل من السامبلز بتبلونج لانهي كلاستر. فهي دي فكره الكي مينز، بيبدا بانيشال سيد يأساين كل سامبل تو ايتس نيرست كلاستر سنترويد، بعد كده يري كالكوليت السنترز، بعد كده يري اساين، يري كالكوليت سنترز، يري اساين، يري كالكوليت سنترز، يري اساين، لحد ما يكونش فيه اي تشينج، يبقى هو كده خالص. يبقى الالجوريزم بتاعنا عباره عن ايه؟ عباره عن طريقه ان انا ادي لكل سامبل من السامبلز من اكس 1 لحد اكس ان 1 كلاستر ليبل من سي 1 لحد سي كي. طب ازاي بيعمل الكلام ده؟ هنشوف. هي المساله بتاعته مساله البيضه ولا الفرخه. لو انت معاك الاساينمنت تقدر تحسب السنترويد او المين بتاعهم، ولو معاك السنترويد تقدر تحسب الاساينمنت مين اقرب واحد ليك. فهو ابدا بمين؟ احنا بنبدا ان احنا بانيشال فاليوز للمينز، وبعد كده بنحسب مين من السامبلز قريب منهم، بعد كده ابديت المينز واشوف مين قريب منهم، وابديت المينز ومين قريب منهم، اند سو. يبقى لازم تجيب ميو جي
هو ده الـ mean of all examples in the j's cluster بعد الـ initial assignment. وبعد كده بعد ما جبت الـ new j تحسب new assignment. فكأنه هو عنده objective انه عايز يمينيمايز الـ distance ما بين كل sample والـ centroid بتاعها على كل الـ clusters على كل الـ samples. على كل الـ samples على كل الـ clusters. طيب فالجزم initialize randomly mu 1 up to mu k اللي هم عدد الكلاسترز. احنا اتفقنا k معناها ان عنده k كلاستر. وبعد كده الخطوة التانية assign هيrepeat هيخش جوه loop هيassign each point xi to the cluster with the closest mu j. هيcalculate new mu j بيساوي mu j 1 على samples السايز بتاع samples اللي في الكلاستر اسمه cj وهيجمع until convergence. The convergence means in no change in the clusters or maximum number of iterations is reached. ممكن في بعض الأحيان ما نوصلش إن الassignment تفضل ثابتة ولكن تفضل عمالة تتغير حبة كل مرة والتانية ولكن أوصل لعدد maximum من iterations وأوقف. إيه المزايا بتاعته؟ إن هو easy to implement. مشكلته إن عنده مشكلة فين في عدد الكي. مين هيقول لك إن أنت عندك كي clusters from the very beginning؟ حدش بيقول الكلام ده. وحتى لو انت عارفهم ممكن ما يكونش الالجوريزم ممكن ما يقدرش يوصل لللوكال للبيست clustering. يفضل احنا قلنا ممكن يوقف بعد ما يوصل لماكسيمم نمبر اوف iterations. فده معناه ان هو ممكن ما يوصلش لاحسن solution. suffers from the curse of the dimensionality. ان كل ما الدايمنشناليتي بتاعتك تزيد كل ما الديستانسز انت محتاج تحسبها في dimensions اكبر كل ما ده بيصعب المساله. No theoretical foundation. هو ده algorithmic solution. Algorithmic solution بيعتمد على two step approach. ان هو الستيب الاولانية بيحسب فيها means والتانية بيحاول ان هو يحسب الassignment ويرجع reiterate على two steps دول طول الوقت. فمفيش حاجة تثبت ان الـ objective بتاعه اللي هو كان بيسولف for it هيكون هو ده solution اللي انا عاوز اصله. يعني معناها ايه؟ معناها ان مفيش guarantees ان انا اوصل للminimum objective function دوا لان هو الالجوريزم ملوش علاقه بالobjective. الobjective دوا بيطلع نتيجه الريايتريشن. الكويستشنز بتاعتنا how to set k optimally, how to evaluate the model, how to cluster non circular shapes. انت احنا اعتمدنا في حساب الكلاسترنج على الديستانسز. طب افرض ان السامبلز كانت موجوده بالشكل ده حاجه بالمنظر ده ماشي. ازاي اكلاستر السامبلز دي بالكي مينز؟ الكي مينز هيعمل ايه؟ هيلاقي بكل بساطه كده ان السامبل دي قريبه عنها عن السامبل دي. فالمين بتاع دول هيبقى هنا والمين بتاع دول هيبقى هنا. ده في مشكله كبيره جدا ان في سامبلز ممكن يكونوا بالمنظر دوا حاجه بالمنظر ده المفروض يتاخد الكلاس ليبل دوا ولكن ممكن الديستانس الخليه تاخد الكلاس ليبل ده. طب ايه السر في حاجه شبه كده؟ ان دي ما اسمهاش سيركلر شيب. ده شكل عامل شكل غريب يعني. فدي الاكليديان ديستانسز او الديستانسز اللي احنا بنحسبها ما بتكونش احسن حاجه. هنحاول نجاوب على بعض الاسئله. هاو تو سيت الكي اوبتيمالي. بيقول لك هيعمل حاجه اسمها الجي مينز بدل الكي مينز. انت ما تعرفش احسن كيب كام بس انت تبدا تعملها رقم صغير وتزوده بالترتيب. هتبدا بكي مينز ويز زوز كلاستر سنترز اللي هي رقم صغير وستور الكلاستر سنترز اس سي. بعدين هاساين نيو بوينت تو اتس نيرست كلاستر. بعد كده هديتيرماين اف ذا بوينتس ان ذا كلاستر فيت ا جاوسن ديستريبيوشن. يعني ايه جاوسن ديستريبيوشن؟ جاوسن ديستريبيوشن هو الشكل السفيريكال شيب اللي احنا بنتكلم عليه دلوقتي اللي هو بيكون شكله في التو دايمنشنال داتا بيكون شكله عامل زي السكوير ام سوري زي السيركل. وفي الوان دايمنشنال داتا بيكون شكله عامل زي البيل فانكشن. لو انت هتعمل بقى تيست اذا كان السامبلز اللي موجوده في احد الكلاسترز دي بتكون جاوسيان ولا لا ولو النقط كانت شكلها جاوسيان هكيبت لو مش جاوسيان هيبريكت. وده اللي انا كان قصدي هنا. انا ممكن ابريك الديستريبيوشن ده اللي جاوسيان بالشكل ده وجاوسيان تاني بالشكل ده.
ويفضل repeat algorithm from step 2 until no more cluster centers are created. هو يبدأ بعدد clusters صغير ويبدأ يشوف هل clustering اللي وصله ده كفاية ولا re-cluster مرة كمان. ده بالنسبة للسؤال الأولاني اللي هو كان بيتكلم على الكي, how to set الكي. الحاجة التانية how to evaluate الموديل بتاعك. It is not trivial. It is not trivial. ليه؟ لأن أنا مين اللي قال إن السامبل دي تروح للكلاستر ده ما تروحش للكلاستر ده؟ طب يا ترى هو إيه الأوبجكتيف بتاع الكلاسترينج؟ الأوبجكتيف بتاع الكلاسترينج إنه يحقق حاجتين. الرسمة اللي إحنا كنا شفناها في أول المحاضرة دي فيها معلومات مهمة جدا إن هي رسمة دي. أنا عايز كل السامبلز اللي موجودين في الكلاستر ده يكونوا قريبين من بعض ويكونوا بعاد عن السامبلز اللي موجودة في الكلاستر التاني. طب نحلها ازاي دي؟ انت لو جيت حسبت المين هنا ده, ادي المين بتاع دول والمين بتاع دول, فانا اقدر اعرف الافرج ديستانس لحد المين ده بتساوي كام. اجيب كل السامبلز اللي موجوده في الكلاستر الاولاني واحسب لها الافرج ديستانس اللي هنا دي. نقدر نقول لو الرقم ده صغير يبقى ده جود كلاستر, يبقى جود. لو ده سمول, ان الديستانس فروم السنترويد سي تو سامبلز كانت قليله, بمعنى كده ايه ان الكلاستر بيسموه كومباكت كلاستر. هيكون كومباكت كلاستر امتى؟ لو الديستانسز بتوين السامبلز والسنترويد اقل ما يمكن. طيب الحاجه الثانيه, انا عايز احقق السيبريشن, وعايز احقق السيبريشن يحسب الديستانس بتوين السامبلز اللي في الاذر كلاستر للسنترويد دوت. يبقى هنسميها ايه؟ بتوين الكلاستر ديستانسز. تكون نفسي تكون كبيره ولا صغيره؟ تكون لارج. يبقى لو هي موجوده في نفس الكلاستر عايز ديستانس تكون قريبه للسنترويد, ولو هي في ديفرنت كلاستر نفسي الديستانس تكون كبيره. فهو ده اللي هما بيعملوه بالظبط في حته الانديسيز اللي بيقيسوا بيها كلاستر كويس ولا وحش. بيبقى يكون عنده حاجه اسمها بيبقى عايز هاي انترا كلاستر سيميلاريتيز, يعني السامبلز اللي في نفس الكلاستر يكونوا شبه بعض قوي, وبيقول لك لو انتر كلاستر سيميلاريتي. الانتر يعني معناها البتوين, البتوين. يبقى هو عايز يقلل السيميلاريتي بتوين الديفرنت كلاسترز ويزود السيميلاريتي وزين الكلاسترز ذات نفسهم. وفي بعض الميجر زي ديفيس بولدن اندكس ذات تيكس انتو اكاونت بوث ديستانس انسايد ذا كلاسترز اند ذا ديستانس بتوين كلاسترز. ذا لوور ذا اندكس ذا وايدر ذا سيبريشن اند ذا مور تايتلي ذا بوينتس وزين ايتش كلاستر. ده كده اختصار شديد جدا للكي مينز والتعديلات اللي ممكن نعمل عليه. لو الداتا بتاعتك كانت نون سيركلر شيبس وحته ان انت تقسمها لتو تو جاوسن ديستريبيوشنز مش مريحاك, ففي طرق تانية زي السبكترال كلاسترنج وزي الدي بي سكان وزي البيرش ده اللي هو بيتكلم على ريكيرسيف هيراركيكال كلاسترنج. تمام, بس هو ده الموضوع بتاع المحاضره. احنا يهمنا منه الكي مينز ويهمنا شويه تعديلات بسيطه تبقى انت اوير بيها علشان تبقى فاهمها كويس. احنا مش هنطول في الجزء بتاع الانسوبرفايزد ليرنينج, ما عندناش وقت فيه. احنا عندنا وقت, لو عندنا وقت هنحطه للسوبرفايزد ليرنينج, بس حبيت اقوله علشان لو سبته للاخر ممكن ما اقولوش خالص, عشان كده حبيت اقوله دلوقتي قبل ما يتردم عليه بالسوبرفايزد ليرنينج اللي هنقوله من المحاضره اللي جايه. هل حد عنده اعتراض لو خلينا المحاضره الجايه الساعه 4 مش الساعه 4 ونص, الاسبوع الجاي الساعه 4؟ تمام يا دكتور. تمام, كله كويس, ما كانش عنه جد. خلاص احنا ان شاء الله باذن الله تعالى المحاضره الجايه هنتكلم اكتر على السوبرفايزد ليرنينج مودلز اللي هي بنسميها اللينير مودلز, سواء كانت لينير ريجريشن, ده بيسموه لينير موديل فور ريجريشن, وفي موديل تاني فور كلاسيفيكيشن بس اسمه غريب شويه, اسمه لوجيستيك ريجريشن, اسمه لوجيستيك ريجريشن بس هو بتاع كلاسيفيكيشن. وهنتكلم على البيرسبترون. دول ثلاثه لينير مودلز هنتكلم عليهم ان شاء الله المره اللي جايه. محتاج ابدا بدري شويه علشان ان شاء الله نخلص as much as possible. ان شاء الله باذن تعالى المنهج بتاعنا هنخلصه في الاسبوع ال 12. احنا الاسبوع كام دلوقتي؟ العاشر. في العاشر المحاضره بدايه العاشر 11, والمحاضره اللي بعدها هخلص المنهج ان شاء الله, فبحيث ان ايه تذاكروا كويس وتحل, يبقى عندكم وقت تحلوا الاسايمنتس اللي هتنزل. لسه في 2 اسايمنتس ما نزلوش, فربنا يسهل لكم الحال ان شاء الله, موفقين باذن الله تعالى. تمام دكتور, هو الموك ميد تيرم ده هيبقى عباره عن ايه بالظبط يعني؟ او كان عادي خالص فورم على جوجل فورم هتنزل لكم, او على مايكروسوفت فورم مش عارف يعني,
الاسهل لي هعمله، وهبعت لكم اللينك ان شاء الله يوم، احنا قلنا يوم كام؟ يوم الاثنين صح؟ كان يوم ايه؟ حد فاكر يا شباب؟ حد فاكر؟ لحظه واحده هقول لكم بالظبط كان يوم ايه. الامتحان عادي جدا على فكره، مش سهل يعني، امتحان عادي زي امتحانات الميدترمات العاديه يعني. يوم 21 ده هيكون مونداي باذن الله. احنا قلنا هنعمله الساعه كام بقى؟ قلنا الساعة كام هنعمله؟ قلناش الساعة كام؟ قلنا 9 بالليل يا دكتور. 9 بالليل صح، مظبوط 9 بالليل ان شاء الله صح. هنعمله يوم الاثنين الساعة 9 بالليل. الامتحان هيبقى مدته ساعتين. اول ما الساعة تيجي 11 هقفل الفورم، وبعد كده نصلحه بقى، وما نصلحوش دي حاجة ترجع، بس هصلحه لكم عشان تبقوا عارفين مستواكم ايه. بس هو مش يعني ده مش داخل في الدرجات يعني، ده كده جاست فور براكتس. لو انت مذاكر كويس الكلام اللي احنا خدناه سو فار، احنا قلنا ان هو حتى مش لحد محاضره النهارده، كنا اتفقنا ان هو هيكون لحد الانترودكشن تو ماشين ليرنينج بس. فلو انت مذاكر الجزء ده كويس وعايز تطمن على نفسك فيه، يبقى تذاكر وتخش الامتحان تحله كانه امتحان ميد ترم عادي جدا اوبن بوك. من حقك ترجع للمحاضره، من حقك ترجع للفيديوز. الامتحان ساعتين في العاده، الساعتين بيكون ما فيهوش مشكله، المشكله كلها لو الامتحان ساعه الناس ما بتلحقش يعني. بس ساعتين عادة الناس بتلحق تراجع عادي يعني. كان لسه في امبارح امتحان فيجن ترم 9 وكلهم سلموا قبل الساعتين، مفيش حد ما سلمش يعني، كل الناس سلمت. فلو انت خدت الموضوع سيريسلي هيبقى كويس، لانك هتبقى مطمن على اللي انت ذاكرته. لو انت بتاخد الموضوع بقى انت حظك كده مذاكر او مش مذاكر، فايتس اب تو يو طبعا، بس الافضل انك تكون مستعد يعني. تمام تمام دكتور، شكرا. جاوبتك كده على السؤال يا باشمهندسه؟ تمام شكرا دكتور. لا طيب اوكي، نوقف تسجيل بقى النهارده كفايه. هنعمل سمارت جاي الساعه 4 ان شاء الله.